استاذ عادل من الشرقيه اتفضل. يا استاذ عادل. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ انا سامح عبد الهادي اتفضل. اللي من بحر دكتور مالك حسين. علي صوتك لو سمحت. انا من بحر الرجاء اللي هو الصلاحيه بحر المجد. احسن ناس. الله يبارك لك يا دكتور. دلوقتي احنا بنطالب باستعجال تنفيذ المشروع بتاع الفتحه اللي هي مواصله من صرب مصر في بحر البدر معدي على الرفه بتاع واحد الصلاحيه بحر البدر. ايوه. الفتحه دي بقالهم سنين يشتغلوا فيها. بقالهم سنه بيشتغلوا فيها حاليا ولسه مش كملت واحنا داخلين على موسم صيفي. بس هم شغالين فيها بقالهم سنه وانت عارف ان دي منسيه بقالها سنين طويله. وهي فيها مشاكل كتير وصعوبه في التنفيذ. الفتحه دي مهمه جدا وفي مكان حيوي وهتحل مشاكل كبيره قوي عندكم. هم شغالين فيها وانا بضم صوتي لصوتك ان احنا بنستعجلهم. بس هم بصراحه يعني بيقوموا بعمل مهم جدا. هتابع ايه اللي وصلوا له وفاضل لهم قد ايه عشان اطمنك. حاضر. انا عايز بس اشوف ان هم احنا داخلين على موسم صيف يا دكتور. هنلحق ان شاء الله. ان شاء الله. ربنا يصلح الحاجه دي. ماشي. بشكرك يا استاذ عادل. والري بيقوم بدور كبير جدا في هذه الفتره وفي اماكن بيتم تطويرها في مشاريع جديده في محطات لرفع المياه في مشروع تطوير الري الحقلي ومشروع الري الحقلي مشروع تابع لوزاره الزراعه ومشروع تابع لوزاره الري. فدي كلها خطوات علشان سيوله او سيوله مرور المياه للاراضي الزراعيه وفي نفس الوقت ان انا اقلل الفاقد واوفر في استخدامات المياه. فانت النهارده بتتكلم على مشاريع فعلا منسيه من سنين طويله. ده عشان يتنفذ بيحتاج ميزانيات ضخمه، بيحتاج مضاعفه المجهود لان انت عندك وقت مرتبط بيه. في يعني اكتر من تحدي بيواجه العاملين داخل هذا القطاع، لكن هم بيشتغلوا بكل عزمهم. معايا مين يا استاذ هشام؟